حلقة النهاردة هتبقى حلقة مهمة جدا، لأننا هنتكلم عن كلمات المرور وإزاي تتعامل مع كلمة السر الخاصة بالأكاونت بتاعك، خاصة بحسابك البنكي، خاصة بأي حاجة عامة. لكن المهم لازم نعرف النهاردة إزاي نتعامل مع كلمات المرور بشكل عام، ويعني إيه كلمات مرور. نفهم بقى يعني إيه كلمات مرور وإزاي نتعامل معاها علشان نقدر نفهم شوية إيه الخطر اللي ممكن يحصل لو أنت فقدت كلمة مرور حتى لو أنت مش بتستخدمها على فكرة. فتابع مع الفيديو بعد الانترو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا بكم، معكم محمد جمال من قناتكم تشتريج المصري للمعلومات. فيديو النهارده زي ما قلت ان انا هتكلم فيه معاكم عن كلمات المرور وازاي نتعامل مع كلمات المرور. اول حاجه لازم تعرفها عن كلمات المرور ان انت ما ينفعش تعرف حد خالص اي باسورد انت ممكن تستخدمه في حياتك. ضروري الكلمة دي على فكرة، ما ينفعش ان اي حد يطلع على اي كلمة سر خاصة بيه، ما ينفعش. يعني دي كلمة سر خاص بي انا، ما ينفعش اقول لواحد غيري يعني. تاني نقطة هنتكلم عليها النهاردة، الناس اللي بتكتب الباسوردات على ورق. يا جماعة مش عايز حد يكتب اي باسورد على ورقة، ما تفكرش ان انت تستعين بورقة في كتابة باسورداتك الا في حالة واحدة، ان انت هتشيل الورقة دي جوه عينيك، بمعنى اصح هتشيلها في مكان امن جدا 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 ومش سهل ان حد يوصل لها. واتمنى ان انت تحفظها وبعد كده تولع في الورقه دي او تدمر الورقه دي باي شكل من الاشكال. طيب تالت نقطه هنتكلم فيها النهارده، في حاله ان انت بتستخدم باسورد مثلا وجي وقت انت ما بقتش بتستخدمه، يا ريت ما تحاولش تقول لحد استخدم الباسورد ده انا كنت بستخدمه، او تعرف حد نمط الباسورد ده انت كنت بتستخدمه الاول. هقول لك انا ليه، لان عامه لو انت وريت الباسورد ده لشخص هاكر وهاوي هيقدر يتوقع الباسورد بتاعك عن طريق النمط اللي مكتوب بيه الباسورد ده. فالحكايه مش سهله، الحكايه صعبه ومش سهل ان حد يعني يوقعك فيها بسهوله برضو. يعني انت لو واخد حذرك ما تعرفش حد باسوردك القديم، علشان ممكن بسهوله جدا تلاقيه بيقول لك باسوردك الجديد كذا بناء على النمط اللي انت اخترته باسوردك القديم. طيب النقطه اللي بعد كده يا شباب، وهي بتستخدم نظام ايه؟ يعني لو كلمه السر دي خاصه ببنك عايزك تغيرها بشكل دوري تقريبا كل شهر، لو الكلمه دي خاصه باكونت فيسبوك عايزك تغيرها برضو بشكل دوري كل شهر، لو الكلمه دي خاصه بموقع انت بتكسب منه عايزك تغيرها بشكل دوري كل شهر. بمعنى اصح لو بتستخدم مثلا لاب ما لغاش كلمه السر في الحاله اللي انت محتاجها فيها، لكن كلمه السر انا محتاج ان انت تعمل لها نيو باسورد كل شهر او كل شهرين على حسب اهميه النظام اللي بتتعامل معاه. لو النظام اللي انت بتتعامل معاه بنكي لو تقدر تغيرها كل يوم غيرها. اخر حاجه هنتكلم فيها النهارده، وهي ان انت لو واحد طلب جهاز الكمبيوتر بتاعك مثلا يقعد عليه 5 دقايق يعمل عليه حاجه يفتح عليه اكونت بتاع الفيسبوك وانت بتثق في الباسورد مانجر بتاع الجهاز. طيب احب اعرفك ان ده غلط، غلط اصلا ان انت تدي جهازك لحد اللي انت مش عارف هو ممكن يعمل فيه ايه وممكن يثبت عليه ايه او ممكن يعمل فيه ايه اصلا، ممكن يخترقك. والغلط التاني ان انت هتديله مفتاح الاكونتات بتاعتك كلها عن طريق الباسورد مانجر بتاعك، ممكن يقرا الباسورد مانجر. بص يا باشا، في امن المعلومات مفيش حد اسمك تثق فيه. طب حاجه تخص امنك العام او امنك الشخصي ما تثقش في حد بالمختصر. لحد هنا الفيديو خلص، ما تنسوش تدعمونا باللايك، شير الفيديو عشان يوصل كل الناس، دمر زر الاشتراك اسفل الفيديو، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.